عقد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماع عمل مع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة وبحضور الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للمساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. قد بين سعادة الوزير أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حريص على تعظيم التعاون بين مملكة البحرين والبلدان الشقيقة والصديقة خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكدا حرص البحرين على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون في مختلف المجالات الشبابية والرياضية. أشار سعادة الوزير إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث توقيع اتفاقية تعاون بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المجال الشبابي والرياضي، مبديا سعادته برؤية عدد من شباب البحرين في تنظيم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الإمارات 2019. من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المتميزة التي تبذلها البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية والرياضية وما أثمرت عنه من إنجازات متميزة، وبتجربة البحرين في رعاية رياضة ألعاب القوى وما حققته من إنجازات بارزة على مختلف الأصعدة.